رونالدو يتعرض لموقف محرج للغاية. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، لكن في البداية ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. في الوقت الذي توقع فيه ان يشعر كريستيانو رونالدو بالوحدة لعودته لمانشستر يونايتد بعد بدء فترة الاعداد، لكن ما حدث كان غريبا يعكس قيمة النجم البرتغالي، حيث تلقى كريستيانو رونالدو ترحيبا حارا عندما وصل الى الكارينجتون، فالاجواء في غرفة الملابس رائعة جدا الان بعد عودته، وطالبه اللاعبون بالبقاء معهم والمحاولة للفوز ببطولات الموسم المقبل، وهذا اشعر الدون بالحرج الشديد. اخي الكريم لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.